بسم الله الرحمن الرحيم. فاظفر بعلم تعيش حيا به ابدا، فالناس موتى واهل العلم احياء. اهلا بكم ومرحبا اعزائنا الطلاب والطالبات في لقائكم المتجدد مع لغه الضاد، لغه البيان، اللغه العربيه، وبرنامج مدرسه على الهواء على شاشه قناتكم مصر التعليميه. دعونا في البدايه نرحب بالاستاذ الفاضل والمعلم الجليل الاستاذ صلاح عبد المنعم، خبير اللغه العربيه وزاره التربيه والتعليم. مرحبا بك استاذ صلاح. اهلا بحضرتك استاذ عبد العال، واهلا بالطلاب الاعزاء، واهلا بالقناه التعليميه بتاعتنا مصر التعليميه. استاذ صلاح، اذا اردنا ان نربط بين هذه الحلقه والحلقه السابقه، نعم. كنا قد تناولنا فيها عددا من موضوعات النحو في هذه القطعه التي معنا، وكنا قد بدانا باعراب القطعه كلمه كلمه. هنا وصلنا في الاعراب الى قولنا فانت الممدوح بين الطلاب جهده. هنا كلمه انت هي تنتمي الى الاسماء. ضمائر. تمام، وما اعراب كلمه انت هنا؟ انت هنا ضمير مبني في محل رفع مبتدا. جميل. والممدوح؟ الممدوح خبر مرفوع وعلامه الرفع الضمه. طب وكلمه بين الطلاب جهده؟ بين الطلاب هنا أيضا فأنت الممدوح جملة جواب الشرط التي سيتم دراستها بعد ذلك بالتفصيل. تمام. بين ظرف منصوب وعلامة النصب الفتحة، وهنا أقول للطلاب أن الظروف منصوبة ما عدا منذ وحيث والآن وأمس، وهي مبنية، وبعض الظروف الأخرى مثل إذا مبنية. بين هنا ولكن كل الظروف الأخرى منصوبة. بين ظرف منصوب بالفتحة، ظرف في محل نصب منصوب، عفوا، ظرف منصوب بالفتحة. تمام. جميل. يبقى هنا ايه؟ هنا كلمه بين هي ظرف مكان منصوب وعلامه النصب هنا مين؟ الفتحه. جميل. والطلاب هي تعرب مضاف مين؟ مضاف اليه. وكلمه جهده تعرب؟ قلنا منذ قليل الممدوح هنا اسم مفعول عامل، جهده هنا معمول اسم المفعول، ويعرب نائب فاعل مرفوع، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. هنا الجمله جمله جواب الشرط اقترنت بالفاء. طب تمام. ما شروط اقتران جمله جواب الشرط بالفاء؟ جمله جواب الشرط بالفاء يعني احنا قلنا احنا هنقولها بالتفصيل، ولكن طالما حضرتك قلت حتى تقترن جواب الشرط، حتى يقترن جواب الشرط بالفاء لابد ان تكون جمله اسميه طلبيه. هنا جمله جواب الشرط يا استاذ عبد العال جمله بادئه باسم، لذلك قد اقترنت بالفاء. جميل. اذا اردت ان نوضحها بالتفصيل تفضل، يعني حتى يفهم الطلاب. جمله جواب الشرط متى تقترن جواب الشرط بالفاء؟ يجي سؤال كتير في الامتحان يقول لك اجعل جواب الشرط مقترنا بالفاء. امتى جواب الشرط بيقترن بالفاء؟ اذا انا كان حافظ كطالب بصراحه اسميات طلبيات وبجامد وبما ولن وقد التسويف. تمام. ما معنى هذا البيت بقى؟ يعني طب نجيب بقى امثال يا استاذ عبد العال طالما حضرتك قلت. جميل. ذلك اقول مثلا متى تقرا كثيرا تستفد. متى اداه شرط، تقرا فعل الشرط، تستفد جواب الشرط. اجعل جواب الشرط مقترنا بالفاء. حتى يقترن جواب الشرط بالفاء لابد ان نجعل جواب الشرط اما جمله اسميه، فاقول متى تقرا كثيرا مثلا فالاستفاده اكيده. ماذا فعلنا هنا؟ جعلنا جمله جواب الشرط جمله اسميه. اذا في تلك اللحظه لابد من اقترانها بالفاء. طيب طلبيه زي ما حضرتك قلت يا استاذ عبد العال، متى تقرا كثيرا فهل تستفيد؟ ما هو الطلب يا استاذ عبد العال؟ الطلب هو الامر والنهي والاستفهام. تمام. يعني زي الاسلوب الانشائي. تمام. 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 اذا هنا لماذا اقترن جواب الشرط؟ لان هناك استفهام، اي الجمله طلبيه. طيب ايضا حينما اقول متى تقرا كثيرا فقد تستفيد. جميل. او متى تقرا كثيرا فسوف تستفيد. ولعلك تلاحظ عزيزي الطالب انني حينما جعلت جواب الشرط مقترنا بالفاء اعدت الياء للفعل تستفد، فاصبح هنا تستفيد تستفيد تستفيد، لان الفعل هنا سيكون مرفوعا والجمله كلها في محل جزم. جميل. يعني جمله جواب الشرط الجازم المقترنة بالفاء هي في محل مين؟ في محل جزم. هنا وصلنا في الاعراب الى فاذا ذكرت اسم التفضيل استعمالتي فكون الاعلى تركيزا. هنا الجمله طبعا جمله شرط، اسلوب شرط. واذا شرط هنا مين؟ اداه شرط غير جازمه. طب كلمه ذكرت، ذاكرت فعل ماضي، والفعل الماضي دائما مبني، الفعل الماضي والفعل الامر مبنيان. جميل. فذاكرت فعل ماضي مبني على الفتح. صلاح، تعلمت ان علامه بناء الماضي ان الماضي يبنى على ما ينطق به حرفه الاخير. تمام. مش على الضمير، يعني هنا فاذا ذاكرت هنا الضمير هو تاء الفاعل المتصل بفعل ذاكرت. هنا السكون جاءت على الراء فنقول ذاكرت. اذا هو فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. وما اعرب تاء الفاعل هنا؟ دعني اقول اذا اتصل فعل الماضي اذا لم يكن معه اي ضمير يبنى على الفتح، اذا اتصل بتاء الفاعل او نا الفاعلين يبنى على السكون. تمام. اذا اقول مثلا فهمنا. تمام. او فهمت.
جميل. الطالب إذا فإذا نطق الفعل الماضي بطريقة صحيحة طيب يستطيع أن يصل علامة مين؟ علامة بناء الفعل الماضي. طب ذكرت اسم التفضيل، ما يعرف كلمة اسم؟ حضرتك تفضلت قلت التاء هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، ذكرت أنت، تمام. واسم هنا مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة، طب والتفضيل؟ نكرة ومعرفة مضاف إليه مجرور وعلامة الجر يعني القصر، علمتنا ان اي كلمتين يعني نوصل بينهم بالالف واللام يبقى تاني مضاف اليه. والثانية مضاف إليه، وهنا اسم جاءت نكرة ولكن إذا جاء بعدها معرفة فهي أصبحت معرفة معرفة بالإضافة الثابتة. طب كلمة استعمالاته، اذا نعم ذكرت اسم التفضيل استعمالاته، ما يعرف نعم كلمة استعمالات؟ استعمالاته هنا تعرب بدل، نعم. والبدل هنا بدل اشتمال لأنه جزء من اسم التفضيل أو جزء من المبدل منه، وهو أمر معنوي. جميل. اسم التفضيل استعمالاته إذن بدل، والبدل من التوابع فيعرب بدل اسم. هو تابع لمين هنا أستاذ عبد العال؟ هو أنا عندما أقرأ ذكرت اسم التفضيل استعمالاته، الضمير يعود هنا على اسم، فإذا نعم واسم جاءت منصوبة فهو إذا بدل منصوب وعلامة النصب الكسرة. ما هو في كل الأحوال بالكسرة، لماذا؟ جميل لأن هنا كلمة استعمالات جمع مؤنث سالم، جميل فإذا نصبت أو جرت فستكون بالإيه؟ بالكسرة. جميل. استعمالات عائدة على اسم، وقلنا اسم هنا قلنا مفعول به منصوب، إذا استعمالات تعرب بدل منصوب وعلامة النصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طب ما رأيك في جواب الشرط هنا فكون الأعلى تركيزا؟ لما اقترن جواب الشرط بالفاء هنا؟ طلبية، والطلب جملة هنا أمر، جميل. الأمر يعتبر طلبي، فجملة جواب الشرط كن مقترنة بالفاء لأنها طلبية، وحينما نقوم بإعرابها كلها سنقول بعد ذلك أن الجملة في محل جزم لأنها واقعة في جواب الشرط. ولكن هل هنا الأداة جازمة أم غير جازمة؟ إذا أداة عفوا شرط اه غير جازمة. جميل. إذا وقعت في جملة في أداة شرط جازمة فيكون الجملة في محل يبقى جزم. الطالب لابد أن ينتبه، تمام جملة جواب الشرط المقترن بالفاء اللي أداة شرط جازمة هي في محل جزم، أما إذا كانت ليست جازمة يبقى يبقى لا في محل محلها من نعم الإعراب. تمام صحيح. كلمة كن نعم ما إعرابه؟ الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فبالنظر إلى كلمة كن فعل أمر مبني على السكون. تمام. والأعلى كن أنت الأعلى، أنت كن طبعا فعل ناسخ، فعل أمر ناسخ مبني على السكون، واسم كن ضمير مستتر تقديره أنت، والأعلى خبر كن منصوب بالفتحة المقدرة لأنه اسم مكسور. جميل. وكلمة تركيزا أعربناها منذ قليل وقلنا أنها تمييز منصوب وعلامة النصب هنا مين؟ الفتحة الظاهرة. صالح هنا يعني احنا تقريبا ماشيين يعني خطوة خطوة. طيب طب ولا تنزعج هنا، لا هنا الجملة فيها طلب، نعم طلب من عدم الانزعاج، إذن هي لا النهاية. للنهاية وتنزعج هي فعل مضارع مجزوم مجزوم بعد لا النهاية وعلامة الجزم السكون. أستاذ عبد العال، يعني حضرتك لو انا في مثالين يعني بسرعه كده حضرتك تقول لنا الفرق ما بين لا النهايه ولا النافيه. هي انا بقول للطالب باختصار شديد جدا لا النهايه هي الجمله طلبيه، هي اسلوب انشائي، هو في نهي لا تنزعج. انا عندما اقول مثلا الطالب لا ينزعج هي جمله خبريه عاديه، بل في المعنى انف هنا الانزعاج. اقول مثلا الطالب لا ينزعج من مذاكره النحو، هنا جمله خبريه عاديه وهي هنا لا النافيه ولا تؤثر في اعراب الفعل المضارع بعدها. اما عندما اقول للطالب لا تنزعج من المصادر مثلا كما في هذا المثال، هنا في طلب، فده اسلوب انشائي من نوع النهي، هنا لا الناهيه وتجزم الفعل المضارع بعدها. نعم طب هنا لا تنزعج من المصادر انواعها. جميل. طب هنا من المصادر طبعا جر ومجرور، كلمه انواعها ما اعرابها؟ ايضا مثل استعمالاته فهي نعم. هنا بدل وبدل اشتمال، والبدل من التوابع، بدل مجرور وعلامه الجر الكسره، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. جميل. هنا وبالنظر المصادر يعني انا وصلت لحد المصادر، دعنا نستكمل حتى نقف عند يعني كلمه محدده. جميل. فالوصول اليها سهل. هنا فالوصول، ما رايك في الكلمه التي تقع بعد الفاء؟ بعض الطلاب يخطئون ويقولون أن هذه اسم مجرور، وطبعا الفاء ليست حرف جر. تمام. الجملة هنا جملة جديدة، فالوصول هنا مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره. طب أنا كيف أميز بين الفاء التي بعدها مبتدأ والفاء اللي ما بعدهاش مبتدأ؟ الفاء الأخرى هي فاء عاطفة، فأقول مثلا مثلا أكلت التفاح فالبرتقال، تمام. لابد أن يكون قبلها معطوف عليه. جميل. أقول أكلت التفاح فالبرتقال، وسياق الجملة أو سياق الجملة هي التي ستحدد إذا كانت الجملة التي تبدأ مع الفاء جديدة أم لا. يعني الكلمة التي تقع بعد الفاء إذا كانت تتصل بالمعنى بما قبلها فهي العاطف. نعم. جميل. أما إذا كانت هذه الكلمة انتهت تبدأ وتستأنف كلاما جديدا فهنا تكون كلمة الوصول هي مبتدأ. طب الوصول إليها، إليها جر ومجرور نعم والهاء في محل جر، سهل تم المعنى عند كلمة سهل، سهل، إذا سهل هي تعرب خبر.
على ذي التفكير والتعقل. طب هنا كلمة على ذي، ما يعرف كلمة ذي؟ ذي اسم مجرور بعلى وعلامة الجر الياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة. وما الأسماء الخمسة؟ أب أخ حم ذو فو ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء، ولكن إذا كانت مضافة لغير ياء المتكلم، وإذا كانت مفردة يعني لابد أن تكون مفردة ومضافة مضافة لغير والإضافة لغير غير ياء ياء. المتكلم. تمام طب هنا كلمة التفكير، ذي التفكير مضاف إليه؟ تمام طب دائما والتعقل؟ وأبدا ما بعد ذي أو ذو تعرب مضاف إليه. طب والتعقل؟ والتعقل هنا اسم معطوف مجرور وعلامة الجر الكسر. فكم مصدرا قرأت الآن؟ نعم هنا كم طبعا استفهامية، تمام. ومصدرا تعرب تمييز منصوب وعلامة النصب الفتحة. قرأت فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، والآن ظرف مبني على الفتح. استخرج المصادر التي ذكرت حتى الآن، فكم يعني مصدرا قرأت الآن؟ دي طبعا جميل. قطعة أستاذ عبد العال، هو عايز يبين لنا منها إن في مصادر كتير موجودة في القطعة زي ما حضرتك شايف. إحنا من خلال القطعة نقدر نقول إحنا بنشرح إيه؟ أدي طب المشتقات يا أستاذ عبد العال. انا استخرج المصدر ازاي في الامتحان؟ حاضر، بس أدي المشتقات، اسم تمام. التفضيل، اسم المفعول، المصادر، دي كلها إحنا بنخرج. طيب المصدر، يعني إيه المصدر؟ المصدر هو الحدث مجرد من الزمان. تمام. فحينما أقول مثلا انطلاق حدث، الحدث لا أعرف متى ولا أعرف أين، الانطلاق نفسه. المصدر مثل المفعول المطلق، الكلمة مثل المفعول المطلق، احترام، انطلاق، استخراج، إقامة. يعني أنا كطالب أجيبه زي المفعول المطلق، أو بس مثلا أكل أكلا. عفوا، نعم. لا يعني لا يجب ان يكون، او مش شرط ان الفعل يكون موجود. حضرتك بتقول ايه؟ زي المفعول المطلق. لا المفعول يعني المطلق أنا ممكن أقدره في ذهني، اقدر الفعل في ذهني. يعني مثلا نعم أقول مثلا أكل أكلا، نام نوما، انطلق انطلاقا، تمام، احترم احتراما، وهكذا، بدون وجود الفعل، بدون ليس شرطا وجود الفعل. عدم وجود الفعل. تمام. طب أنا كيف أستخرجه بقى من القطعة في الامتحان؟ نعم، ابحث عن المصادر نوعان. اولا المصادر الثلاثية وهي سماعية، والمصادر غير الثلاثية وهي قياسية، أي لها أوزان محددة. يعني المصادر القياسية لها أوزان وقواعد، نعم، أما والمصادر السماعية أغلبها سماعي. نعم، طب والمصدر مش في عندي المصدر المؤول؟ المصدر ميمي والمصدر الصناعي. يعني أنا عندي مصدر صريح، وعندي مصدر مؤول، وعندي مصدر ميمي، وعندي مصدر صناعي، كيف أفرق أنا كطالب ثانوية عامة بين هذه المصادر الكثيرة؟ أولا بأمثلة بعد إذن حضرتك، تمام، وبعد كده نستخرج بقى كل المصادر اللي جت في القطعة. طيب أولا المصدر السماعي هو مصدر يدل على الحدث، وهو يأتي من الفعل الثلاثي، ولذلك يسمى مصدرا ثلاثيا. وليس معنى أنه مصدرا ثلاثيا أي أنه يتكون من ثلاثة أحرف، بل أن الفعل الماضي منه هو الذي يتكون من ثلاثة أحرف. فحينما أجد مثلا كلمة مثل كلمة سماع، فهذا مصدر ثلاثي لأنه فعله سمع. قراءة، فعله قرأ. غليان، فعله غلية، وهكذا. يعني كده أنا أعرف عدد غلا. المصدر بالعودة إلى الفعل الماضي. تمام. عندما أقول مثلا قرأ قراءة، ما أعدش حروف كلمة قراءة، أعد حروف الفعل الماضي قرأ، تمام. يبقى ده مصدر ميد، مصدر ثلاثي. طب تمام. طب والمصدر الرباعي والخماسي والسداسي أمثلة؟ المصدر الرباعي له أوزان محددة. إذا كان الفعل على وزن أفعل، فنجد أن المصدر على وزن إفعال بكسر الهمزة، مثل أكرم، إكرام، أسعد، إسعاد، وهكذا. إلا إذا كان الفعل معتل الوسط مثل أقال، يكون المصدر إقال ويكون على وزن إفعل. إذن الفعل إذا كان على وزن أفعل يكون المصدر إفعال أو إفعل. إذا كان الفعل على وزن فعل بتشديد العين، فيكون المصدر على وزن تفعيل. مثلا قدم تقديم، حسن تحسين، نظم تنظيم. أما إذا كان الفعل أيضا على وزن فعل ولكن معتل الآخر يا أستاذ عبد العال، زي ربى، يكون المصدر تربية، أي يكون على وزن تفعلة، وصى توصية. إذا كان الفعل الرباعي على وزن فاعل يكون المصدر مفاعل وفعال أو فعال. كافح، يمكن أن نقول مكافحة أو كفاح.
مكافحة وكفاح. أيضا حينما أقول الفعل على وزن فعلل يكون المصدر على وزن فعلل أو فعلال، زي زلزل زلزل وزلزال. يبقى أنا هوصل للمصدر تمام وأعد حروف الفعل الماضي، تمام وجدت مثلا كلمة زلزال أرجع للماضي ألاقيها كانت من كلمة زلزال، إذا 4 حروف إذا ده مصدر الفعل رباعي. كلمة مثلا زي كلمة تقديم أرجع للماضي أقول له قدم، يبقى ده وماله قدم تقديم، يبقى ده فعل رباعي يبقى مصدر الفعل رباعي. أقام إقامة يبقى ده مصدر الفعل رباعي. بعد حروف الفعل الماضي، عد حروف الفعل وليس حروف، حروف الماضي وليس حروف ليس حروف المصدر. المصدر. تمام. نعم. طب المصدر الخماسي والسداسي هو مصدر صريح برضه، مثلا قلت كلمه زي كلمه انطلاق اعد ده الماضي يبقى كلمه انطلق، يبقى انا عندي هنا 5 حروف في الماضي يبقى ده مصدر فعل خماسي. او مثلا كلمه زي كلمه تقدم ده فعل، طب المصدر منه اقول ايه؟ تقدم، تقدم. فالماضي 5 حروف المصدر تقدم، اقول تقدم تقدما، تعلم تعلما، استفهم استفهاما، ده طب سداسي. اعيد استفهام الاقي سداسي، اطمأن اطمئنان. سداسي. يبقى المعول عليه هنا مين؟ انا اطلع الاسم من القطعه واعد حروف الفعل الماضي اوصل لعدد مين؟ لعدد المصدر. نبدا طبق مع بعض، وعرفت النهارده من حضرتك ان اجيب مصدر زي مين؟ زي بالظبط المفعول المطلق. نبدا اول القطعه كده ونقول الابنيه عنوان وحده النحو الثانيه، تمام. فمتى تتذكر المشتقات القارئه امثلتها فهيما اعمالها. طيب اعمالها انا عايز استاذ عبد العال، لو اتفضل. انا حبيت اغلط وقلت تتذكر هنا مصدر، طب اقول لحضرتك حاجه، هل دي اسم ولا فعل؟ تتذكر انظر اليها هنا فعل. طيب اذا ما ينفعش تقول اتتذكر، نعم. فاذا الفعل يرفض دخول الالف واللام، اذا هنا تتذكر ليست من الاسماء والمصدر لابد ان ينتمي الى الاسماء. طيب استاذ جميل. عبد الله، هقول مثلا كلمه قارئا دي مصدر، طب قارئا. قارئا دي هي من المشتقات، والمشتقات غير المصادر. إذا حتى أستطيع أن أتعلم قارئا، هل هي مفعول مطلق؟ قارئا الفعل منها قرأ، تمام. فإذا أتيت بالفعل قرأ فأجد أنه المفعول المطلق منه إيه؟ المفعول المطلق من كلمة قرأة قراءة. إذا قارئا ليست مفعولا مطلق، لأنها جميل. لابد أن يكون المفعول المطلق هو الكلمة المصدر اللي موجودة في القطعة. جميل جميل. طب طيب. أستاذ صلاح، هنا عندما نصل إلى السطر الثاني ونقرأ كلمة إعمالها، تمام. هل إعمال تنتمي إلى المصادر؟ بالطبع نعم. طب عرفت إعمال، إزاي إن هي مصدر؟ أولا حدث اسم ويدل خالي من الزمان والمكان وعلى وزن إفعال، وهي مثل المفعول المطلق، أعمل إعمال. يبقى هنا أعمل ده 4 يبقى ده مصدر رباعي. مصدر رباعي. جميل. طب إذا وصلت إلى السطر الثالث وقلت فإذا ذكرت اسم التفضيل، التفضيل التفضيل جاءت من فضلة، نعم. فضل يبقى 4 يبقى التفضيل ده مصدر لفعل مين؟ مصدر رباعي. لفعل رباعي. طب وبالنظر إلى كلمة استعمالات، نعم استعمال نأتي بالماضي استعمل، ده سداسي، إذن استعمال ده مصدر سداسي. جميل. وصلنا إلى كلمة تركيزا، أو ركز تركيز، أعد الماضي ركز، إذا دول 4 حروف يبقى المصدر هنا مين؟ كلمة تركيز ده مصدر لفعل رباعي. جميل. والوصول، كلمة الوصول أيضا مثل المفعول المطلق تماما، وصل وصول، جميل. الماضي منها وصل 3 أحرف، إذا هذا مصدر سماعي ثلاثي. جميل. طب في مصادر تانية في سطر الصلاح بعد إذن حضرتك؟ في السطر ال ال نفس السطر يعني هنا، فالوصول إليها سهل على ذي التفكير والتعقل. جميل التفكير والتعقل جميل. أقول وال فكر تفكير تفكير يبقى ده مصدر الفعل. رباعي، طب أما التعقل تعقل ده خماسي. يبقى ده هنا ده مصدر الفعل خماسي. إذا دلوقتي أنا خرجت المصادر من القطعة وتعلمت أطلع المصادر. طب دي وأستطيع أن كلها أرد على سؤالي مصادر. أستاذ عبد العال، نعم. فكم مصدرا قرأت الآن؟ عد حضرتك المصادر السابقة وقول لنا كم مصدر. إذا إذا نظرنا إعمال، استخرجنا إعمال، وكلمة جهد يا أستاذ عبد العال أيضا مصدر جاهد ثلاثي، جهدا. نعم والتفضيل واستعمالات وتركيز نعم والوصول والتفكير والتعقل، يعني حوالي تقريبا ممكن يكون سبع تسع أو ثمان ست تسع مصادر. مصادر تقريبا يعني. تمام طب بصراحة هنا يعني المعول ليس العدد هنا، ولكن احنا كنا علم الطلاب كيف تمام يستخرج تمام مين تمام المصدر من قطع. كل هذه المصادر مصادر صريحة، طب ايه المصدر المؤول وما الصور بس فرقة منفصلة عند حضرتك طبعا بقى. طبعا. طيب المصدر المؤول هو درس يعني بيجي في الامتحانات كثير هذا العام، وهو يعني درس منفصل، وربما سمع الطالب عن شكل واحد من أشكال المصدر المؤول، تمام. ولكن المصدر المؤول يتكون من، أسمع الطلاب الأعزاء كثير منهم يقول الآن
المصدر المؤول هو أن والفعل المضارع. نعم، أن والفعل المضارع، ولكن هذه صورة واحدة من صور المصدر المؤول، فهو أن زائد الفعل المضارع أو ما والفعل الماضي أو أن زائد اسمها زائد خبرها، يعني أن واسمها وخبرها. طيب دعني يعني أوضح في مثال لكل منها. تمام. أول نوع أن، يعني نقول بس الصورة بتاعت المصدر المؤول الأول. تمام. يعني أن والمضارع وما والماضي وأن واسمها ومين وخبرها. تمام، دي هي صور المصدر مين المؤول. تمام. طب ما رأيك في هذا المثال؟ يسعدني أن تتفوق. تمام. تمام، هنا أن تتفوق، هل هذا مصدر مؤول؟ أن زائد الفعل المضارع، نعم هذا مصدر مؤول. طب كيف أحوله إلى مصدر صريح؟ أحذف المصدر المؤول أن زائد الفعل المضارع وأتي بالمصدر الذي هو يشبه المفعول المطلق كما قلت من قبل. طب أعود إلى الفعل. نعم. هنا تتفوق جاءت من الفعل تفوق. تمام. إذن هو فعل خماسي. تمام. يبقى إذن ممكن أقول يسعدني تفوقك. يبقى إذن أو يسعدني التفوق. أو جميل. تفوق. جميل. طب يبقى ما إعراب المصدر الصريح هنا؟ لو جه قال لك هات مصدر مؤول وبين موقعه من الإعراب، وبين موقعه من الإعراب. جميل. لابد أن أأتي بالمصدر الصريح كما تفضلت وقلت يا عبد العال، يسعدني التفوق. من الذي يسعدني التفوق؟ فاعل مرفوع بالضمة. جميل. والفعل إذا اتصل به ياء المتكلم فاعلم أن ما بعده يعرف فاعلا. جميل. فأن تتفوق هنا نقول مصدر مؤول في محل رفع فاعل. إذن حتى أقوم بإعراب المصدر المؤول أو الموقع الإعرابي للمصدر المؤول لابد أن أأتي بالمصدر الصريح ثم أعرب المصدر الصريح ثم أعرف كيف أستطيع. مثلا حينما أقول أن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، يبقى إذن تصوموا جت من فعل تصوم. أيوة. جت من فعل صام وفعل ثلاثي، أقول صام صوما أو صياما. نعم. الصيام خير لكم. نعم. كلمة أو يعني صيامكم خير لكم. نعم. تمام. أو صومكم خير لكم. تمام. يبقى تعرف هنا مبتدأ في أول مبتدأ. نعم. فأقول المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ. طب نأتي مثال آخر لما والفعل الماضي، يقول مثلا أعجبت بما أنجزت. جميل. يعني أعجبت بما أنجزت، فإذا وجدت أن هذه هي ما زائد مين زائد الفعل مين زائد الفعل الماضي. أعجبت بما أنجزت. أنجزت. جميل. هنا أين المصدر المؤول؟ أدي ما والفعل الماضي. طب كيف ما إعراب المصدر المؤول هنا؟ أأتي بالمصدر الصريح فأقول أعجبت بإنجازك. يبقى أنا أرجع للفعل لقيته أنجز، أعد الفعل أنجز لقيته فعل رباعي، أجيبه زي المفعول المطلق فأقول أنجز إنجازا، إذا أعجبت بإنجازك. يبقى إذا هنا مصدر مؤول في محل مين؟ في محل جر بحرف مين؟ بحرف الجر. صراحة الصورة الثالثة للمصدر المؤول. نعم. ممكن تيجي بأن واسمها وخبرها. نعم. لما مثلا قلت سرني أنك ناجح. نعم. سرني أنك ناجح. هنا أين المصدر المؤول؟ أدي أن والكاف ضمير مبني في محل نصب اسم إن، وناجح خبر إن. طب ده مصدر مؤول، هل ممكن أن نحوله إلى مصدر صريح؟ فأقول سرني نجاحك. طيب ما إعراب المصدر الصريح نجاحك؟ قلت منذ قليل أن الفعل إذا اتصل به المتكلم ما بعده فاعل. نعم. من الذي سرني نجاحك؟ فاعل مرفوع بالضمة. إذن هنا أقول أنك ناجح مصدر مؤول في محل رفع فاعل. هل في الامتحان وانا بعرب هذه الجملة اقول ان حرف ناسخ، والكاف اسم ان مبني في محل نصب، وناجح هي خبر من خبر ان، والمصدر المؤول مكون من ان واسمها وخبرها في محل رفع فاعل. الاجابة كده سليمة ولا اكتب اقول ايه؟ بالطبع اجابة سليمة، ولكن اذا طلب ما اعراب او ما الموقع الاعرابي للمصدر المؤول انت لست في حاجة ان تعرب كل كلمة أو كل ضمير، فلأنه يعني هو طلب يعني إيه؟ أجيب على قدر السؤال يعني عن لا على قدر السؤال. وإذا أجبت بزيادة فأنت جميل. جيد، ولكن هو طلب الموقع الإعرابي. جميل. الموقع الإعرابي، إذن الموقع الإعرابي المصدر الموقع كل فهو في محل رفع فاعل.
طب نأتي إلى الورقة الثانية في القطعة التي معنا. جميل، وتبدأ بقولنا هنا: وعلينا أن نجلس جميعا إلى دروس النحو جلسة الفاهم الواعي، وألا نقف أمامها موقف الحائل. هنا استخرج من هذه الفقرة مصدرا مؤولا وبين محله الإعرابي. وعلينا أن نجلس. تمام، أسمع الطلاب الأعزاء يقولون أن نجلس مصدر مؤول. طيب إذا أردنا أن نعرف موقع المصدر المؤول هنا، لابد من ماذا؟ أن نأتي بالمصدر الصريح. فأقول وعلينا الجلوس. جبتها الجلوس، ازاي؟ واحدة واحدة بقى. نجلس. نجلس جاءت من الفعل الماضي جلس، نعم، اجيبها زي ما بجيب المفعول المطلق والجلس جلوس. جلوسا. اذا هنا علينا ان نجلس، فنقول علينا الجلوس. طب هنا الصلاح كلمة الجلوس ما اعربها؟ تعرب هنا مبتدأ مؤخر وعلى مرفوع وعلامة الرفع طب الضمة. انت اعربتها ازاي من هذا مؤخر؟ إذا بدأت الجملة بجار ومجرور، والجملة هنا علينا أن نجلس، علينا الجلوس، أو بدأت بشبه جملة، فالمبتدأ يأتي في الآخر. وهنا يعني إذا كان يعني طبعا هو هياخد الكلام ده بالتفصيل، علينا الجلوس هنا تقديم، هنا جائز تقديم المبتدأ جائز إذا جميل، كانت كلمة الجلوس. تمام، إذا كلمة الجلوس مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الضمة، وجت قبل كده في كذا سنة مثلا كلمة ولها تأثيرات، جميل تأثيرات كانت مبتدأ مؤخر. جميل، حلو قوي الصراحة. طيب فهنا علينا أن نجلس، هنا أعربنا المصدر. طب كلمة جميعا، ما أعرب كلمة جميعا؟ كلمة جميع إذا جاءت منونة تعرب حال، أما إذا جاءت بدون التنوين وبدون الضمير تعرب حسب موقعها في الجملة، أما إذا جاءت بضمير جميعها جميعهم جميعه تعرب توكيد ويكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا حسب ما قبل. بس كلمة جميع إذا جاءت توكيدا لابد أن نتصل بضمير، وإذا والضمير حذفت، يعود على المؤكد، وإذا والضمير حذفت، لابد أن يطابق اللفظ المؤكد، وإذا حذفت حذفت لا تؤثر يستقيم في الجملة. المعنى. تمام، تمام. طب هنا الصلاح هنا يعني أنا هعرف بسرعة بقى إلى دروس النحو، اسم يعني جر ومجرور مضاف إليه. طب علينا أن نجلس جميعا إلى دروس النحو جلسة جلسة الفاهم. الفاهم، نعم. هنا كلمة جلسة بتفكرك بإيه؟ بتفكرني بما يسمى باسم المرة واسم الهيئة. طب ما هو اسم المرة أولا ثم نعود نعم. بعد ذلك الاسم؟ مين اسم الهيئة؟ اسم المرة اسم يأتي ليدل على حدوث الفعل مرة واحدة، ويأتي من الفعل الثلاثي على وزن فعل بفتح الفاء. طب نكتب مثالا. مثلا أقول مثلا ضرب، تكون اسم المرة منها ضربة. طب وليه ضربة يعني؟ بلاش ضربة. سمع. نعم، فأقول سمع يعني هي على وزن كلمة فعل فعلة بفتح الفاء. بفتح مين؟ بفتح الفاء. الفاء أما إذا وسكون كانت مين يا صلاح؟ نعم فعلة وسكون العين. نعم تمام، طب أنا أم عايز جملة كده أشوف هي اسم المرة. أقول مثلا بلاش ضربة. بلاش ضربة طبعا. سمعت سمع، سمعت الدرس سمع، جميل، سمعت الدرس سمع، أي سمعته مرة واحدة. طب ايه رأيك مثلا لو قلت مثلا اكلت الطعام أكلة. اكلة، تمام. اكلت اكلة، وشربت مثلا الماء شربة. شربة، فشرب وضربت شربة ضربة. واكل وضرب ضربة. نعم جميل، وجعت على وزن كلمة مين؟ على وزن كلمة فعلة. طب تمام. هنا اسم الهيئة اسم المرة جاء على وزن فعلة من الفعل الثلاثي، نعم. هل اسم المرة صياغة من غير الثلاثي؟ من غير الثلاثي يأتي بالمفعول المطلق ثم نضع له تاء مربوطة. المفعول المطلق ولا المصدر؟ ما هو المفعول المطلق هو المصدر. المفعول المطلق والمصدر. تمام، انطلق انطلاقه، تمام، استخرج استخراج. يعني اجيب انطلاق وازود التاء المربوطة. طب الافعال التي تنتهي مصادرها بالتاء المربوطة ماذا فعل؟ مثلا لو نيجي يتم مثال بعد اذن حضرتك أقام مثلا يعني. ماشي أهو، جميل، فأأتي بالمصدر اقول إقامة. إقامة. هو في ته مربوطة، هحط ته مربوطة تانية؟ لا لا، أمال أعمل إيه؟ أقول إقامة واحدة. طب ما رأيك في هذا المثال: أصاب اللاعب المرمى إصابة واحدة. أصاب اللاعب المرمى. إصابة فيها ته مربوطة جميل، يبقى لابد أن نزيد كلمة. واحدة، يبقى أنا عندي اسم المرة يأتي من الفعل الثلاثي على وزن كلمة فعلة، ده من الثلاثي. من الثلاثي، ويأتي من الثلاثي على صور أجيب المصدر الأصلي ونزيد مين؟ ونزيد تاء مربوطة. إذا وإذا انتهى المصدر الأصلي تاء المربوطة نزيد كلمة مين؟ كلمة واحد. هذا عن اسم المرة. تمام وعندما قرأنا قلنا يعني جلسة، ده بنقول كلمة جلسة. تمام طب يعني جلسة دي بتاعت إيه بقى؟ اسم الهيئة. اسم الهيئة. اسم الهيئة يأتي ليدل على شكل أو هيئة حدوث الفعل، جميل، وهو يأتي من الفعل الثلاثي على وزن فعل بكسر الفاء.
طب ايه رأيك في المثال ده؟ لا تأكل أكلة النهم، طالما بدأنا بالأكل يعني. لا تأكل، بلاش ضرب. بلاش ضرب، لا لا تأكل تأكل أكلة، إكلة. أكلة، لم نأكل أكلة. مش شكلها مش يعني مش طبيعية شوية يا أستاذ عبد من العال. بين هيئة الأكل. إذا ليس بالكلمة وإنما بالنطق يا أستاذ عبد العال، جميل. لابد أن أعرف أن إذا وضع، ولكن هو لو جاب لي اسم هيئة في مثل كلمة أكلة غالبا ما سيضع قصر قبلها. جميل، فنقول هنا كلمة أكلة النهم. تمام جميل، طب ما لازم نحط لها بقى يعني مضاف إليها عشان نبين. تمام عشان يبين ان كيف شكل الايه الاكل، او مثلا جلست جلسة القوي او نعم، جلست جلسة النشيط. وأنا ممكن أقول مثلا اجلس جلسة مريحة. نعم جميل، نعم اجلس جلسة مريحة. نكتب المساعدة بقى لحضرتك. ماشي. اجلس اجلس جلسة جلسة مريحة. مريحة. هنا دي هيئة، وقفت وقفة الأسد. وقفة الأسد. نعم شجاع بقى. طبعا. تمام، جميل إذا وقفة هنا اسم هيئة. جميل. يبقى إذا اسم الهيئة يأتي نصوص على وزن كلمة فعلة. فعلة. لا توجد لاسم الهيئة صيغة قياسية من غير الثلاثي. نكتب بهذين المثالين معا، أو هذا المثال. ممكن أقول مثلا انتفض العصفور انتفاضة المذعور. يعني هي غالبا إذا أتى منها اسم هيئة انتفض يأتي بعده إما مضاف إليه أو نعت. يعني نكتب المثال ونوضح عليه. انتفض العصفور انتفاضة المذعور. نعم هنا اسم الهيئة يعني عرفناه ازاي؟ احنا جبنا وصف او اضافة. هنا جبنا مين؟ الاضافة هنا كلمة مين؟ كلمة المذعور. أو انتفاضة قوية. او انتفاضة قوية. قوية هنا كانت وصف. يبقى اذا اسم المر، اسم عفوا اسم الهيئة لا توجد له صورة قياسية من الفعل غير الثلاثي، ونعرفه عن طريق الوصف او مين؟ الوصف أو يعني بعديه صفة او بعديه مضاف اليه. إذا اسم الهيئة يأتي من الفعل الثلاثي على وزن فعل، وهو يأتي ليدل على شكل حدوث الفعل، أما من غير الثلاثي ليس له شكل أو ليس له صيغة قياسية، وإنما يأتي مثل اسم المرة ولكن يأتي بعده مضاف إليه أو نعت. جميل، احنا عرفنا دلوقتي مع بعض من المصادر، من المصدر ما يسمى اسم الهيئة، من المصدر ما يسمى اسم المرة، وعرفنا المصدر الصريح والمصدر المؤول، يتبقى معنا المصدر الميمي. طب استاذ صلاح، بعدين حضرتك بقى المصدر الميمي في ورقة مستقلة. يعني المصدر الميمي. المصدر الميمي، نعم. كيف استخرج من القطعة المصدر الميمي؟ المصدر الميمي يأتي على وزن مفعل، هو مصدر يدل على الحدث ولكنه به ميم زائدة، في نعم. أوله ميم زائدة، ميم زائدة، المصدر الميمي. ف حينما أقول مثلا أحب مسعى الخير. لا انا هنا هقف مع حضرتك يعني لحظه. نعم هنا احب مسعى الخير. طب ما انا اقدر احط مكان كلمه مسعى سعي. واحب سعي. نعم جميل، احب سعي الخير. جميل، او احب سعي المجد مثلا، او سعي المجدين. تمام طب هنا كلمه مسعى ادت معنى المصدر الاصلي. بالطبع يبقى انا قلت ما نوع كلمه مسعى؟ مسعى مصدر ميمي. مصدر ميمي. نعم طب ليه كلمه مسعى ليست اسما للزمان ولا اسما للمكان؟ إذا الجملة، وسؤال جميل أستاذ عبد العال، الجملة هي التي تحدد، لأن اسم الزمان واسم المكان يأتي في الصياغة مثل اسم المصدر الميمي، إما على وزن مفعل أو مفعل بكسر طب الميم. ما رأيك أن تضع كلمة الفعل ساعة في جمل ثلاثة، على أن يكون توضح. في الاسم نعم زمان والثانية مكان والثالثة مصدرا ميميا؟ تمام. إذا الفعل ساعة هو يجي يقول لك ضع من الفعل ساعة أو صوغ من الفعل ساعة في ثلاثة جمل اسم زمان واسم مكان ومصدر ميمي. تمام. اسم زمان أقول مثلا الصباح مسعى العمال. يبقى زمان سعي العمال هو الصباح، تمام فصار كلمة مسعى هي اسم زمان. تمام تمام، اسم مكان أقول مثلا السعودية مسعى الحجاج، جميل. ممكن فصارت هنا. وممكن نقول الصفا والمروة تمام مثلا، مسعى الحجاج، يبقى مكان سعي الحجاج. مصدر الميمي أقول مثلا سعى المؤمن. انا شفت حضرتك بدأت بالفعل هو ده اسهل امر. عشان اسهل الامر. ماشي جميل، مش شرط. مش شرط، ما انا جبت تمام، المثال الاولاني احب كان من مسعى غير مين؟ الخير. جميل. جميل يعني سعى المؤمن مسعى جميلا جميل، فانا كاني قلت سعيا. جميلا يبقى اذا هي ادت معنى المصدر الميم. الاصلي. طب استاذ صلاح، لو اردنا ان ناتي مثلا من التقى او اجتمع باسم زمان واسم واسم مكان مكان واسم واسم رفع عمال. مفعول ومصدر ميمي، فماذا نقول؟ التقى فعل غير ثلاثي.
والفعل الغير ثلاثي اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي، يأتي بأن نأتي بالفعل المضارع ثم نبدل الحرف المضارع ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر. إذن الصياغة للأربعة هي كلمة ملتقى. يعني أنا هنطق ملتقى في الجمل الأربعة، تمام. ملتقى مع اسم الزمان، ملتقى مع اسم المكان، ملتقى مع اسم المفعول، ملتقى مع المصدر الميمي، تمام واللي يحدد المعنى أو يحدد سياق الجملة اللي يحدد. تمام تمام. مصدر ميمي اسم مفعول. لما أقول مثلا اسم الزمان، أقول مثلا السابعة ملتقى الأصدقاء، أو الساعة السابعة ملتقى الأصدقاء. يبقى ده زمان، زمان التقائهم. تمام. تمام. اسم مكان، لو قلت النادي ملتقى الأصدقاء. يبقى مكان التقاء الأصدقاء كان هو النادي. مصدر ميمي زي ما اتفقنا، أسهل حاجة إن أنا أبدأ بإيه يا أستاذ عبد العال؟ أبدأ بالفعل بالفعل يعني. التقى الأصدقاء ملتقى كريما مثلا. كريما. اسم المفعول يا أستاذ عبد العال هو أقول هيجي زيه زيهم، بس طب أنا هعرف منين؟ بالجملة، أقول مثلا الأصدقاء ملتقى بهم. ملتقى بهم، نعم. أي ألتقوا، يعني يعني تمام. الفعل مبني نعم. بتاعهم للمجهول. مبني للمجهول. ملتقى ملتقى بهم. بهم. جميل. يبقى كده أنا عرفت النهاردة حاجة مهمة أوي، إن الصياغات قد تتشابه في الثلاثي الزمان والمكان والميمي، في غير الثلاثي الزمان والمكان والميمي واسم المفعول، وسياق الجملة هو اللي بيحدد مين، بيحدد الفرق. طب ايه رأيك بقى نطبق الكلام اللي احنا اتعلمناه دلوقتي دون على فقرة معنى؟ جميل. يعني استخرج من هذه الفقرة معنى اسم هيئة وزنه، بالنظر إلى القطعة سنجد كلمة جلسة الفاهم وجاءت على وزن فعلة. جاءت على وزن. طب هنا الجلسة حتى يعني قعدة طالب فاهم. جميل. جايب علامة ضيف الواعي. إليه أهو. جميل. وألا نقف أمامها موقف الحائر. تمام. نقف موقف. طب هنا موقف دي ايه رأيك، ايه رأي حضرتك فيها؟ إحنا قلنا أسهل حاجة إن إحنا بنجيب الفعل في الأول، ده بيبين إن ده مصدر ميمي. نقف موقف. نعم. يعني الفعل، طب لو لم يرد الفعل اضع مكانها مين، او النقف وقوف وقوف. الحائر، يبقى تمام. هنا ده مصدر ميمي كلمة مين، كلمة موقف. استاذ صلاح، طب ما اعراب الكلمة الواقعة بعد الا؟ الا نقف. ألا، نعم حضرتك شايفك بتنطقها ألا، نعم أن زائد لا نعم نقف. طب عندنا أن ولا، يبقى ده فعل مضارع منصوب بعد ألا. طب ايه رأي حضرتك لما نكتب مثلا وعلي والا نقف امامها موقف الحائر والا نندم، يعني عشان جميل. نكمل مين، نكمل المعلومة. طب اكتبها في نفس جميل. الكتاب نكتبها في ورقة مستقلة والا نندم. اهي والا نندم. والا نندم. جميل. اذا جاء الفعل بعد الا يبقى منصوب، بعد ان لا اي مضغمه تبقى فعل مضارع مجزوم. لأن الفعل نقف هنا بعد ألا هو فعل مضارع منصوب بأن المضغمة في تمام. لا النافية، وعلامة النصب هنا الفتحة الظاهرة. أما الفعل المضارع هنا إلا نندم، هنا هذا هو جواب الشرط. جميل. تمام. وإلا نفعل عن نندم، ذلك إذا نندم. هو فعل مضارع جواب الشرط مجزوم، وعلامة الجزم هنا السكون، وفعل وهنا الشرط محذوف. وحي فعل الشرط هنا ماله جاء محذوفا. طب أستاذ صلاح، يعني هنا ونحن نقرأ هذه الجمل النحوية نعم. استخرجنا أشياء كثيرة جدا منها، والآن ما إعراب كلمة الآن؟ الآن كما قلنا منذ قليل هي ظرف مبني على الفتح في محل نصب. جميل. ظرف زمان مبني على فتح نصب. والآن صحح لغتك. صحح من أي أنواع الكلمات؟ صحح فعل أمر مبني على السكون. جميل. صحح ولغتك؟ لغتك. من الذي يصحح؟ أنت. أنا. لغتك مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طب هنا يعني هنا الكاف عشان تصل باسم. طب وأثري قاموسك، لماذا كنت كلمة أثري بدون الياء. بدون الياء؟ قلت منذ قليل أن الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، تمام. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. يعني كلمة أثري هنا يثري. يثري، فهنا حذفنا الياء، تمام. فقلنا هنا أثري فعل أمر مبني على حذف حرف تمام العلة. طيب. طب أثري قاموسك، يبقى هنا كلمة قاموسك إعرابها إيه؟ أثري أنت قاموسك مفعول به منصوب بالفتحة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طب كلمة اللغوي. قاموسك اللغوي، سنجد أن كلمة قاموسك معرفة لأنها اتصلت بضمير، والاسم إذا اتصل بضمير عرف، واللغوي معرفة، والكلمة الثانية جاءت لتصف الكلمة الأولى، إذا كلمة اللغوي تعرب نعت. نعت منصوب أم مرفوع أم مجرور؟ سنجد
أثري أنت قاموسك اللغوي، قلنا قاموسك مفعول به منصوب، إذن اللغوي نعت منصوب وعلامة النصب الفتح. تفرقة مستقلة لازم حضرتك بقى. احنا قلنا ان وقل استشهد الجندي، عندي افعال ثلاثة تنطق بصورة خطأ. الناس بتقول مثلا توفى واحتضر واستشهد. واستشهد، جميل. فنكتب الاول توفى، توفى مثلا فلان، جميل، واحتضر فلان، واستشهد فلان، جميل. الافعال دي نطقها صحيح؟ لا، كده بالطريقة التي قلتها أنت فهي غير صحيحة. طب ما الصحيح؟ هي تنطق توفي جميل. واحتضر طب ممكن نكتب بعد حضرتك بس كلمة فلان مثلا جنب بعدها او فلان جنبها، جميل، بدون ذكر أسماء. حلو الكلام. يبقى انا غلط اقول توفى، نقول توفي. طب لما اقول توفي فلان، ما اعراب كلمة فلان؟ فلان هنا تعرف فاعل، لا، توفي بصيغة مبني توفي المجهول، مبني للمجهول، تعرب نائب، تعرب نائب فاعل. نائب فاعل. طب كلمة احتضر فلان نفس الأمر، احتضر وكلمة استشهد تعرب؟ تعرب نائب فاعل. يبقى الصياغة في النطق اللي احنا قلناها هي لابد التي، ان نصحح اللغة، نعم، وبدل ان نقول توفى نقول توفي. لأن الفعل إذا في صياغته اللي حضرتك لسه بتقولها كده مضموم أوله ومقصود ما قبل آخره، فهو في صياغة إيه؟ الفعل المبني للمجهول، فما بعده يكون نائب فاعل. يعني كل كلمة تقع بعد توفي واحتضر واستشهد تعرب نائب فاعل. صحيح. طبعا عندي بعض الأفعال في اللغة العربية، هذه الأفعال تأتي شكلها مجهول بس معناها معلوم. تمام. طب ما هذه الأفعال؟ وهي أشهر الأفعال الملازمة للبناء للمجهول. طبعا هي في عندنا كلمة حمى نعم، و حمى برضو، خليها أول حمى فلان فلان فلان، وفولج فلان، يعني مش عايزين نسمي أسماء. تمام، وخاصة في هذه الايه، هي فولج، فولج فلان، يبقى حمى فلان، حمى وفولج فلان، وانتقع وامتقع، وكلها بمعنى المرض او يعني يا كلمة حمى يعني أصابته الحمى، وفلج اي يعني أصابته اصيب الشلل بخلل. فالج، تمام وامتقع وانتقع يعني تغير لونهم، تمام وكلمة سولج فؤاده، جميل، فلج ليس بشيء سيء يعني. يعني يعني من البرودة، تمام. تمام، يعني الأفعال هزيمة، دي هي على أفعال الرغم من كثيرة. انها صيغة للمبني للمجهول. نعم، هي الصورة المجهولة هنا لفظية تمام، الا ان ما وليست بعدها يعرب فاعل. فاعل، جميل. يبقى أنا عندي حمى وفولج وثلج وامتقع وانتقع، جميل، وعني، يعني تمام، هنا عمي الأفعال هي، فلان، اللي جميل، هي تدل الأفعال، على المرض وغمة، المتفائم. غمة الهلال، جميل. كل هذه الأفعال مالها، ما بعدها يعرف فاعل لا يعرف نائب. هذه الأفعال جاءت في الصورة اللفظية شكلها مجهول، ولكن في الصورة المعنوية هي تعمل عمل الفعل المبني للمعلوم وبعدها يعرف مين، يعرف فاعل. دعني اقول يا استاذ عبد العال، اذا اتفضل. الفعل المبني للمجهول هو سريعا هو الفعل الذي يصاغ بصيغه المبني للمجهول من الفعل الثلاثي، يضم اوله ويكسر ما قبل اخره الماضي، اما المضارع يضم اوله ويفتح ما قبل اخره. سناخذ نائب الفاعل بالتفصيل، ولكن هناك بعض الافعال التي تعامل بصيغه الخطا، فلا يمكن ان نقول توفى فلان او احتضر فلان او استشهد فلان، لانها اذا قلنا بتلك الصيغه سيكون ما بعدها فاعلا. اما اذا قلنا توفي وهي الصيغه الصحيحه، واستشهد واحتضر، فما بعدها يعرب نائب فاعل، وهذه هي الصيغه الصحيحه، كما قال الاستاذ عبد العال في القطعه او الفكره التي قالها، ولا تقل استشهد فلان، قل استشهد الجندي، ولا تقل استشهد الجندي، لذلك لأن ما بأتي بعدها يعرب نائب فاعل. أما هذه الأفعال حمى وفلج وامتقع عمى وغمة، هي ما بأتي على الرغم من أنها جاءت في الصيغة مبنية للمجهول، إلا ما بعدها يعرب فاعل. تمام كده يا صلاح، احنا تقريبا يعني مررنا مرور الكرام على مين؟ على هذه الوحدة، تمام، جميل، اسم الفاعل، مشتقات الفعل والمفعول والمبالغه، ليس مرور كرام واسم يا استاذ. التفضيل، ويتوقف فيها اسم الزمان واسم المكان، واحنا قلناه مع المصدر الميمي، الميمي، جميل. وتولى المصادر الثلاثيه والرباعيه والخماسيه وانواع المصادر، المصدر الصريح والمصدر المؤول والمصدر، وأنواع المصادر المؤول. فمصدر الميم، فاضل بقى المصدر الصناعي. المصدر الصناعي، هسيب مثال بعد اذن حضرتك. حاضر، وعشان طبعا ممكن أن يكون مصدر صناعي، هو مصدر انتهى بياء وتاء مربوطة، ياء مشددة، فأقول مثلا إنسان، فتكون الإنسانية، جميل، وأقول مثلا في جملة الإنسانية تسعى للخير، فكلمة الإنسانية هنا مصدر دل على الحدث، فالإنسانية كلها تسعى للخير، إذن كلمة الإنسانية تعتبر
مصدر صناعي. ولكن لابد أن تعلم عزيزي الطالب أن المصدر الصناعي لا يأتي صفة أو لا يأتي ما قبله منعوت، لأنه إذا أتى قبله منعوت أصبح ليس مصدرا صناعيا. كيف؟ يعني لا يعرف صفة يعني. نعم. جميل. فأقول مثلا كلمة مثل كلمة الديمقراطية، فكلمة الديمقراطية يمكن أن تكون مصدرا صناعيا، أو إذا لم تكن مصدرا صناعيا أنها جاءت نعتا تعتبر اسم منسوب. كيف؟ أقول مثلا الديمقراطية هي الحل، أو حياة الشعوب مثلا. حياة الشعوب. أما إذا قلت البلاد الديمقراطية ناجحة، إذا وقعت الديمقراطية هنا إعرابها صفة وجاءت تصف كلمة البلاد، إذا البلاد ليست مصدرا صناعيا، هي اسم مين؟ اسم منسوب. نعم. طب إحنا في نهاية الحلقة الأولى تناولنا المقصور ولم نأتي إلى المنقوص أو ولم نأتي إلى الممدود. الممدود. تمام. أنا عايز أعرف مين هو الاسم المنقوص وكيف أستخرجه من القطعة، وأنا معايا اسم منقوص في القطعة على فكرة، ولكن أنا عايز أعرف المنقوص أولا، يعني أشرحه الاسم كده. المنقوص هو اسم آخره ياء لازمة، ياء لازمة مقصور ما قبلها. يعني مثلا كلمة الساعي مثلا، القاضي، الساعي، القاضي، المحامي، جميل، الساعي، وهكذا. المهتدي. المهتدي. جميل. طب أستاذ عبد العال، يعني دعني أقول، كلمة وطني هل يمكن أن تكون اسم منقوص؟ سؤال، ما هو المنقوص؟ المنقوص هو اسم، يعني هو اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. أما كلمة وطني هل آخرها ياء لازمة؟ لا، دي وطن ممكن تبقى وطني أصلها وطن، وكأنها يعني ياء ياء ليست المتكلم آه يعني هنا مش ليست مين، أو ياء النسب، وطني. جميل، يعني هي مش أصل في الكلمة. يبقى ما جميل. تنفعش. يعني لازم يكون مين، لابد أن تكون الياء لازمة وما قبلها مكسور. إذا طب كلمة القاضي والمحامي والساعي والمهتدي ممكن ألاقيها مكتوبة قاض محام جميل. ساع مين مهتد. تمام. طب نكتبها بعد حرف جنب في نفس الورقة قاض ونكتب قاض بكسرتين، محام محام ساع مهتد. طب متى تظهر هذه الصورة ومتى تظهر صورة المنقوص بالياء؟ الاسم المنقوص تحذف ياؤه في حالة الرفع والجر إذا كان نكرة، أما إذا كان منصوبا فترد الياء. بمعنى أدي مثال أستاذ عبد العال بعد إذنك، أقول مثلا حضر قاض إلى المحكمة. بالنظر إلى كلمة قاض سنجد أنها حذفت الياء منها. لماذا؟ من الذي حضر؟ قاض. قاض تعرف فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، حذفت الياء من الاسم المنقوص. الاسم المنقوص تحذف ياؤه في حالة الرفع والجر إذا كان نكرة، أي إذا كان معرفة ترد الياء. حضر القاضي إلى المحكمة. وبنسمي التنوين ده تنوين عوض على تمام. الحرف المحذوف. تمام. والإعراب برضو فاعل مرفوع بالضمة المقدرة بس عليه الموجودة هنا. تمام. أما لو قلت شاهدت قاضيا، هنا أعربت كلمة قاضيا مفعول به منصوب، الفتحة الظاهرة. لماذا؟ لأنه في حالة النصب تكون الياء موجودة. إذن الياء تحذف من الاسم المنقوص في حالة الرفع والجر إذا كان نكرة. جميل. وأي أيضا عند الإضافة تثبت الياء أيضا، إذا أضفت الاسم المنقوص إلى كلمة أخرى فإن الياء تظل مين، تظل موجودة. تمام. طب أستاذ عبد ماذا العال برضو يحدث؟ كلمة قاضي تعتبر اسم فاعل، يعني جميل. إذا جاءت مثلا اسم الفاعل ساع مثلا يأتي وتحذف الياء ونعتبره اسم فاعل، نعم، على أساس أن الياء حذفت في الاسم المنقوص. ويأتي على وزن، هنا وزن فاعل. فاعل. جميل. طب هنا إذا أردنا أن نثني ونجمع المنقوص جمعا سالما ماذا نفعل؟ كلمة مثل كلمة مثلا ساعي، أهي نكتب ساعي ساع بدون الياء أولا. بدون الياء. نعم. بدون الياء. جميل. عند التثنية أو الجمع لابد أن ترد الياء، فأقول في حالة التثنية أقول ساعيان، في حالة جمع المؤنث ساعيات. أضفنا الألف والنون والألف والتاء. أما في حالة جمع المذكر السالم تحذف الياء ثم نزيد واو ونون أو ياء ونون، فأقول ساعون أو ساعين.
نعم، وساعون وساعين، نراعي ضبط مين؟ ضبط ما قبل الواو أو الياء تمام. على حسب مين، يعني ساعون هنا بضم العين، وساعين بكسر من بكسر العين، مش زي المقصور يظل تمام، ما لا قبل الألف فتحة. مفتوحا. نعم تمام. طيب إذا هنا الاسم المنقوص إذا أردنا أن نثنيه وكانت الياء محذوفة ترد فترد الياء. هذه الياء، وإن كانت موجودة تظل موجودة، يعني قلت مثلا كلمة زي كلمة مهتدي، تمام، بس نخليها المهتدي. المهتدي، جميل كده، الياء موجودة. المهتديان، جميل. والمهتديات. أما إذا أردنا أن نجمعها جمع مذكر سالم إذا هتقول نحذف الياء ونقول المهتدون أو المهتدين. وصلنا إلى الاسم الممدود. تمام. طيب ما هو الممدود؟ الاسم الممدود هو اسم آخره ألف وهمزة. ألف وهمزة، يعني هو اسم ينتهي بالهمزة قبلها ألف زائد. تمام. طب ممكن أمثلة حضرتك عشان بس نقدر مثل نفهم؟ كلمة صحراء، مثل كلمة لقاء، جميل مثل كلمة صفاء، إنشاء. جميل. طب ما أنواع همزة الاسم الممدود؟ الاسم الممدود همزته إما أن تكون أصلية، أو تكون منقلبة عن أصل، أو أن تكون مزيدة للتأنيث. طب ممكن بعد حضرتك بالتوضيح، لأن التوضيح ده هيخدمنا في مين؟ تمام هيخدمنا في التثنية والجمع. طبعا. همزة الممدود يا إما تكون أصلية زي كلمة إنشاء. كيف علمت أن الهمزة هنا أصلية يا أستاذ عبد العال؟ انا بعرف كذا طريقه بصراحه. اتفضل حضرتك. الاولانيه انا ممكن اوزن الكلمه، فاقول انشاء على وزن افعال، فكلمه افعال اللام اصل من اصول الكلمه، نعم فالهمزه قبلت اصل، اذا الهمزه اصليه، طيب. وهذه صوره من الصور. وممكن اعرف طريقه تانية، اذا عدت الى الماضي والمضارع اجد الهمزه موجوده في كل صور الكلمه، اقول ايه، انشاء جت من انشا، والمضارع انها كلمه نشا، اذا ايضا الهمزه موجوده في صور مين؟ صور الكلمه كلها، يعني اذا هذه الهمزه هي همزه اصليه. طب كلمة مثل كلمة صفاء، كيف أعلم أنها منقلبة عن أصل؟ والله كلمة صفاء برضو أنا ممكن أعرفها، يعني هي منقلبة عن أصل. يعني إيه أصل؟ صفاء على وزن كلمة صفاء، على وزن كلمة فعال، إذا هنا الهمزة تقابل اللام، ولكن عند العودة للماضي والمضارع نجد صفا يصفو، إذا هذه الكلمة كان أصلها كلمة صفاو، تطرفت الواو بعد ألف فقلبت همزة. جميل. إذا الواو اللي هي اللي كانت أصلها همزة دي، فكلمة صفاء هنا أصبحت الهمزة منقلبة عن أصل، هو مين؟ هو الواو. طب جميل، والهمزة المزيدة للتأنيث يا عبد العال، مثلا كلمة صحراء. دي سهلة خالص بقى، أنا هي مزيدة للتأنيث، فهي تؤنث الكلمة، أقول هذه صحراء، وأنا لو وزنتها ألاقي الهمزة والألف موجودين في الميزان، أقول صحراء على زي كلمة فعلاء، فالهمزة تنزل كما هي في مين؟ في الميزان. كما أن الفعل انتهى قبل الهمزة، الألف المعنى والهمزة. موجود قبل مين؟ قبل الألف الألف وقبل والهمزة. الهمزة. طيب طب إذا ممكن كان نزود مع صفاء دي مثلا زي كلمة مثلا بناء مثلا. بناء. جميل، هنا جاءت من كلمة بنى يبني، فأصلها تمام. كلمة بناي، فطرفت الياء بعد ألف فقلبت إلى مين؟ فقلبت إلى همزة، فهنا الهمزة منقلبة عن أصل، هو مين؟ هو الياء. تمام. طب عند التثنية والجمع ماذا يحصل؟ الهمزة الأصلية والمنقلبة عن أصل، والهمزة المزيدة للتأنيث. إذا كانت الهمزة أصلية، وإذا أتينا بالفعل فوجدنا أن الفعل به همزة، عند التثنية أو الجمع تظل الهمزة كما هي، ثم نزيد علامة التثنية والجمع. فنقول مثلا إنشاءً وإنشاءات. عند تثنية الاسم الممدود إذا كانت همزته أصلية تظل الهمزة كما هي، ثم نزيد علامة الإيه؟ التثنية والجمع. أما إذا كانت الهمزة منقلبة عن أصل مثل كلمة بناء، فعند التثنية يمكن أن تبقى كما هي، فأقول بناءً. يعني الصلاح انا لما اجي اعمل اللي هنا اثني او اجمع في كلمه بناء مثلا، سبت الهمزه وزودت العلامات، تمام. هل يحدث هذا مع ايضا مع الاصليه؟ يعني لا. سيب الهمزه في مكانها، في الأصلية اصليه تبقى تبقى، كما هي، وازود علامة التثنية علامه والجمع. التثنيه، يعني مثلا انشاء اقول انشاءان، تمام. انشاءات، والهمزه تكون موجوده. تمام. اما بالنسبه للمنقلب عن اصل، قال لي يا تبقى يا تقلب واوا، فنقول مثلا في صفاء بناءان أو بناوان، بناء. صفوان أو صفاوان. جميل، وعلى حسب الإعراب يا صفاوين، على حسب تمام. مين؟ حسب الموجود. أو طب والهمزة؟ صفوات إذا أردنا أن نجمعها جمعا مؤنثا سالما. جميل. طب كلمة هنا كلمة صحراء مثلا، إذا أردنا أن نجمع أو نثني الكلمة أو الاسم الممدود إذا كانت همزته مزيدة للتأنيث، نقلبها واو مباشرة، جميل، فأقول صحراوان في حالة التثنية،
تمام. وصحراوات في حالة جمع المؤنث السالم. يبقى إذا الهمزة الأصلية تبقى، والهمزة المقلبة عن أصل يمكن أن تبقى تبقى أو تقلب واوا، والهمزة المزيدة للتأنيث تقلب واوا ثم نزيد مين؟ ثم نزيد الهمزة. العلامات. تمام. أعزائنا الطلاب كنتم معنا لمدار ساعة كاملة مع الوحدة الثانية بوحدة النحو، وقد انتهينا منها كاملة في الساعة السابقة وهذه الساعة. دعونا في النهاية نشكر الأستاذ الفاضل الأستاذ صلاح عبد المنعم، شكرا للصلاح، شكرا لحضرتك وشكرا لكل الطلاب الأعزاء. وكان معكم الأستاذ عبد العال إسماعيل، في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.